مسيكم بألف خير. قطار الحب ماشي وما حدا في وقفه، سواء كنت في داخل هذا القطار أو كنت خارجه. إنما على امتداد طريق القطار توجد محطات كثيرة، فإذا فاتتك محطة ممكن تلحق حالك بمحطة تاني وتوسع مطرح لألك داخل قطار الحب. بيقولوا إذا ابتسمت ابتسم لك العالم، هذا شيء معروف، لكن إذا بكيت فإنهم يتهمونك بالحب. هين الحب يصير تهمي؟ على كل حال، حتى الجنون نفسه يصبح شيء مستساغ وشيء مقبول جدا إذا كان سببه الحب. وقصص العشاق للمجانين كتير كتير، ابتداء من قيس وليلى وروميو وجولييت وإلى آخره، ومرورا الليل بملحم بركات وعايدة شلهوب. رح نترككم مع وصلي من جنون الحب، فتفضلوا اسمعوا واحكموا حضرتكم. بيقولوا قيس يا حبيبي بين العاشقين، وحده المجنون ما بصدق كله المجانين. بيقولوا قيس يا حبيبي بين العاشقين، وحده المجنون ما بصدق كله المجانين. يا ما عشاق من بعد فراق، لا راقت لياليهم مرة ولا خاطرهم راق. يا ما عشاق من بعد فراق، لا راقت لياليهم مرة ولا خاطرهم راق. يا ما عشاق فتلوها بالمرة وجنوا باعوها، دنيا بلاش وقضوها قهوة وتدخين. بيقولوا قيس يا حبيبي بين العاشقين، وحده المجنون ما بصدق كله المجانين. بيقولوا قيس يا حبيبي بين العاشقين، وحده المجنون ما بصدق كله المجانين. وحده مجنون، مجنون البحر من مكان يكون. قولوا للمجنون مش وحده مجنون، مجنون البحر من مكان يكون. نعشق من سيف بالمرة، نتبل من جوا ومن برا، وندق الكوز بالجرة كلهم مجانين. بيقولوا قيس يا حبيبي بين العاشقين، وحده المجنون ما بصدق كلهم مجانين. بيقولوا قيس يا حبيبي بين العاشقين، وحده المجنون ما بصدق كلهم مجانين، كلهم مجانين، كلهم مجانين. زين ولا
عطفا على المادة الأولى من بيقولوا أيس والبند الثاني من زينوا العشاء لعايدة شلهوب، بدي ألفتكم نظركم أنه في عيد بالعالم اسمه عيد العشاء، وعيد المحبين هو اسمه عيد فالنتين، تاريخه ب 13 شباط ويمكن كان المفروض لازم يكون ب 31 شباط. على كل حال في قصة أحلى من هيك، استطرادا كمان لكلامنا عن العشاق، في مقاطعة أردشير ببر الأناضول في هناك يوجد ضريح جحا، الشخصية الأسطورية التاريخية المعروفة بظرفها وفكاهتها. هيدي في تقليد متبع هونيك في بر الأناضول، إنه كل ما عريس وعروس بدهم يتزوجوا بيروحوا بيعزموا أهل الضيعة كلهم سوا، وبيروحوا على ضريح جحا وبيقعدوا يضحكوا 3-4 ساعات بدون مناسبة، طبعا إلا مناسبة الزواج أكيد لازم يضحكوا، وبيعزموا جحا على العرس. عندهم اقتناع إنه اللي بيروح يزور ضريح جحا وبيعزموا على العرس وبيضحك راح يكون سعيد بحياته. وبما أنه مقاطعة أردشير بعيدة جدا، وبما أنه عدد الزوار اللي بيزوروا ضريح جحا قليل جدا قبل ما يتزوجوا، مشان هيك تسلموا لي عم نلاقي زواج كتير ناجح بالدنيا. على كل حال ننتقل هلأ معكم أعزائي المشاهدين إلى أغنية شاعت. في عنا تمييز أساسي وواضح لازم نقوله، هو الفرق بين الأغنية الجماهيرية والأغنية الشعبية. الأغنية الجماهيرية هي التي تستقطب أكف الناس وصراخهم المباشر رأسا، وهذه بتكون حياتها قصيرة جدا، يعني 2-3-4 بعدين بتروح. عندك الأغنية الشعبية اللي هي تترجم وجدان وعاطفة ومحبة الشعب وتؤرخ أحاسيسه. فإذن الفرق بين الأغنية الشعبية والأغنية الجماهيرية واضح وصريح. من الأغنيات الشعبية جدا غنية مرجعتنا كتير لورا، بنعرفها بس ما بنعرف مين عملها، اسمها يا جمال ويش محمل محمل عدس بطرابه، راح يقدم لنا اياها هلا محمد جمال بايقاع راقص وجميل. اذا مع اغنيه شاعت ويا جمال ويش محمل ومحمد جمال كمان. لا يما شمس الضحى ميالا، عللا وشوق إلا لا يما شمس الضحى ميالا، عينك سهرت ونمت يما وعيني بعدها على حالا، عللا وشوق إلا لا يما شمس الضحى ميالا، عينك سهرت ونمت يما وعيني بعدا على حالا، يا جمال ويش محمل يوبا محمل عدس بترابو، يا جمال ويش محمل يوبا محمل عدس بترابو، واللي كانوا جيرتنا يما غابوا من عنا غابوا، عللا وشوق إلا لا يما شمس الضحى ميالا، عينك سهرت ونامت يما عيني بعدا على حالا، ولعوني بالسهر يما وطولوا الليل وناموا، ولعوني بالسهر يما وطولوا الليل وناموا، واللي عني ما سأل يما الله يسعد أيامه، عنا لو شوق إلا لا يما شمس الضحى ميالا، عينك سهرت ونامت يما وعيني بعدا على حالا، خبروني يا رمش عيني قالوا عنك مخطوبة، خبروني يا رمش عيني قالوا عنك مخطوبة، وأني تعبني الهوى يما وبعد غايب محبوبي، عللا لو شوق إلا لا يما شمس الضحى ميالا، عينك سهرت
هنا هدي يمه وعيني بعدها على حالة وعيني بعدها على حالة وعيني بعدها على حالة. الغنية ما إلها وطن ولا إلها حدود، كل ما كانت حلوة كل ما تجاوزت المسافات والأبعاد. في كتير أغاني غربية كنا نسمعها وصلتنا من بعيد ونحبها مع إنه بلغة تاني، كيف لو صارت بلغتنا منحبها أكتر. من الأغاني الشائعة اللي رح نسمعها غنية اشتهرت باسم Perhaps، صارت بالعربي تراه بتقدمها فادية. من بعد فادية رح نرجع لنصري وفريال تنشوف وين صاروا. مرفرف الدلالة هواه ونصل لالي وراه يا هو جمالي وراه 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 الفجر جفوني في دار دمع العيوني وراه يا كري حنيني وراه 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 يا ساحر خليل. قعدنا شو فيه؟ اقعد هيك هيك مرتاح. اقعد هيك بسمعك اكتر. طيب دخلك شو بتحكي انت وياها؟ منية ولو على بعضنا الامريكانية في ريال. شفت كيف رافع الكلفة بينك وبينها وبقلا في ريال؟ شو بدي اقلا؟ ولا انا وبقلا المس في ريال. يا اخي هيدي سبور ورياضيه وبنفهم على بعضنا. عم تعترف انكم متفاهمين؟ انت واحد ظنين. ولا بدي اعرف شو في بينك وبينها. انت شو بخصك؟ ولا كيف شو بخصني؟ ايه خطيبه شي حبيبه شي؟ اذا بتسالني بعد هيك سؤالات بدي اخبر مرتك. وتخبر مرتي؟ عم تخوفني بهيك شغلات؟ خليها تعمل لك مشكله. ها مشكل شو؟ ولا خليل انا انسان عنيف. يعني بتعرف شو عنيف؟ بدن يروح يروحوا يفل تلعب بيت اهلها هي واختها. يلا يعني بتشحطهم هي واختها؟ نعم يلا اثنيناتهم برا ما غيرها. هيدي هي وفادية برا برا. يلا
الو الى خليل. الو اهلين مدام. اهلين، شو النهار الحلو، انت احلى. لا لا بتتدبر بتتدبر، جماعه منيح بيدفعوا. ولا يهمك، بامرك يا حلوه. طيب طيب جاي جاي جاي. بليز سكر السماعه. شو انا سنتراليست عندك؟ شو موزع اشغالها كتير؟ ناس اوادم. يعني تلكسات وستات وبوكسات خاطرة. شي حلو شي حلو. هلو مستر نصري. اهلا. قال لك شي خليل؟ شو بده لي خليل؟ لا بس عم بسألك. ما قال لي شي. على كل حال لحق يقول لك. فهميني هلا شو بده لي خليل. معلش، هو على كل حال بده يحكي شي منيح. يعني شو هالمليح اللي بده يقوله خليل؟ قال شكسبير؟ لا. قال تولستوي؟ قال خليل؟ لا لا يا نصري، خليل انسان ادمي، وعلى كل حال حديثه بيريح. حديثه بيريح؟ وشو نوع الحديث اللي بيريح؟ بيحكي انا وياه حكي حلو كتير. مش عم اسمع. عبقول خليل على خليل. علي صوتك. يا علي بدي احكي صريخ. بسيطة بسيطة دخلك. ما عم تتشاكل جوا؟ شي يعني جوا؟ فسر لي قلي شي يعني عم تتشاكل جوا. هايدي بدع الواطن. طب شي يعني عم تتشاكل جوا؟ بدع الواطن. طيب على كل حال خليل انسان ادمي وطيب. شو هاي؟ حلو قماش البرديات. شو عم تغيرون؟ قال لك شي خليل؟ رجعنا. انت سألتي هالسؤال وفريال سألت هالسؤال، شو هالجوهرة اللي بده ينطقها خليل؟ خليل شايف لنا تريا لقطة. تريا؟ مش غالية أبدا، ب10,000 برونز وكريستال. هيدي عمرها أكتر من 100 سنة، بس أصحابها أعطوكم ياهم لأنه بيعزوني كتير. بعدين ياما نفضتها بإيدي، ياما شلت عنا الغبرة، ياما مسحتها. رزق الله. كنت تمسحيها؟ ليه؟ لا بس كنت حبها. تعرفي أصحابها من زمان؟ ولا وربيت عندهم. رحت حيريني يا مس فريال. ساعة ربيني هون، ساعة ربيني بأمريكا. خبرينا الحقيقة. الحقيقة بدكم تدفعوني حق الطرية. بعدين هيدي حقها هلا السجادة، هيدي التريا 50,000 ما بتجيبها. آك يا عمي ما تحكي. ست عايدة شفت لك سجادة عجمية بخاري بتجنن. قولك يا انت ما تحكي. وين شفتيها؟ وين؟ بكرة بودي خليل لعنده. كمان بتعرفيهم؟ كنا جيران. رح تدوخيني؟ ايه معلش ندوخي. اخ لو بطلقتوني بهذا خليل. يا مستر نصري، إذا ما بخلي لك بيتك أحسن من البيت الأنكل سلوم ما بكون أنا المس فريال. لك يا عمي بالأول بدنا فلوس الأنكل سلوم. ليش هني لمين؟ أنا ما بدفع. طول بالك، خليني أفهمك القضية. ما بدفع. أنا رح أشرح لك جوا، بتسمحوا لي؟ ما بدفع. ما بدفع. ما بدفع. مستر نصري، أنت وردك مش قالي لي هاي فريال شو داهية؟ ولوك في أنا سلطة نصري. ولك ان شاء الله يطبق معها ويدفع حق تريا. تعرفي في شي مخبى بحياته بس مهضومه. انا عندي الى نوع من الحب المخلوط بالشفقه. وشو بتعرف ترقص؟ اذا طبقته لنصري إيه انا بدي ارقص له. ليكي في رقصه شرقيه عشريت دوريه. ولك كيف شو بخصني؟ ايه خطيبة شي؟ حبيبة شي؟ إذا بتسألني بعد هيك سؤالات بخبر مرتك. بتخبر مرتي؟ وخبرها أنا عم تخوفني بهالشغلات؟ بخليها تعمل لك مشكل. ها ولا مشكل شو؟ ولا خليل؟ أنا زلمة عنيف، بتعرف شو يعني عنيف؟ إذا مش عجبها هيدا البيت مفتوح، تاخد أختها وتروح على بيت أهلها. الشاب يعني بتشحطهم هي وأختها. هي وأختها فادية ما غيرها. يلا برا برا. نحنا برا؟ شو قصته هذا جوزك خريف؟ لك مسجل حديث مثبت فينا؟ ايه برا برا، اعطيني عشريت تقلي.
عارفيني اياه. مش هو قايل بصوته تروح على بيت اهلها؟ طيب رايحه. نصري نصري نصري، قررنا نشتري الطيه. يا عيب الشوم عليك بس. لا رح نشتري الطيه. قررت تشتريها؟ اشتريها لك، انا رايحه. لوين؟ على بيت اهلي بخاطرك. ماشي فاديه، ما بدنا اياك لا انت ولا تيتك ولا حتى وسط المسفريال. شو شو فهيم؟ شو بونا؟ شو القصة؟ ولا شو بون؟ تسمحون لنا قبل ما نسمع سوا غنية رجا بدر تعبان ومش تعبان يخبركم خبرية سريعة وصغيرة كتير. واحد رايح لعند الحكيمة مكسر موجوع حالته بالويل، يعني أسهل إنه واحد يجي إنسان جديد من إنه يصلحه هالحكيم. قال له دخيلك يا دكتور، أنا بترجاك بدك تشلي أوجاعي تخليني أرجع النشيط وأرجع أتحرك بسرعة للآخرة. فحصوا الحكيم قال له شوف تسلم لي، هلأ بس أعطيك فاتورة الأتعاب راح تنط نط وتركض ركض كأنك صرت رجعت شاب ابن 10 سنين. اجا دور سكتش، الصبايا رايحين على ضيعة السهل حتى يحضروا عيد البيع، ومثل كل صدفة
بيتلاقوا بقصص كتيرة وغصات كتيرة. خلينا نشوف قصة البرنامج بهالسكيتش ونسمع شعر عبدو ياغي اللي صار اسمه خليل الزغرين. مساء الخير. مساء الخير. اهلين. اهالينا ودونا على ضيعتكم اشترموني عدس وزبيب وجوز لايام الشتاء. اهلا وسهلا، جيتوا بليله العيد. عيد شو؟ عيد البيع. الناس هون بيعملوا عيد، في زوار كتير مثلكم بيجوا يشتروا. طيب وين منلاقي طلبنا؟ بهالساحات، ما بتضيعوا، الاصوات بترشدكم. شكرا. عفوا. يلا نفتش على اللي وصونا عليه اهلنا، محل ما في بياعين وساحات. لشو زبيب الجوز؟ أنا بدي فتش على خبرية، أحكاية إخدها معي على البيت، ابقى أتذكرها بساعات الضجر. يلا نتفرق. نتلاقي عند العربية. لا تتأخروا. وأنت ما تتأخري. أنا نورة، جيت مش عارفة عشو عم فتش، بس بجي مثل ما بيجوا هالناس. قريب يا حبيبي الدور، قريب على الطيب، قريب قريب على الطيب، قريب قريب يا حبيبي الدور، قريب على الطيب، قريب قريب يا حبيبي الدور، قريب قريب.
قرب يا حبيبي ودو طيب وناعم، وينك يا ابو الاولاد طيب وناعم، قرب يا حبيبي ودو طيب وناعم، وينك يا ابو الاولاد طيب وناعم. ننظر العين من سن لسنين، نجي من بعيد من اخر الدنيا، ننظر العيد من سن لسن، نجي من بعيد من اخر الدنيا، بنعلي خيام وبننصب زينة، بنفرح الاولاد وبتضحك المدينة. قرب يا حبيبي ودوق طيب وناعم، وينك يا ابو الاولاد طيب وناعم. قرب يا حبيبي ودوق، وينك يا ابو العيال وينك؟ اهلا بالصغار هن اللي بيدفعوا سدات يا لطيف بخلا وبيشارعوا، اهلا بالصغار هن اللي بيدفعوا سدات يا لطيف بخلا وبيشارعوا، بآخر البيع بننفق ونسهر وبتتعب بجاب معنا الفلوس بتكبر. قرب يا حبيبي ودوق طيب وناعم، وينك يا ابو الولاد طيب وناعم. قرب 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 طيب قرب قرب يا حبيبي ابو العيال. خليل الزغريني سمعنا قصيده. بعدنا باول السهره. القصايد مما الى وقت بتيجي مثل الفرح. هيدا خليل الزغريني؟ ما بتعرفيه؟ سامع فيه بس ما شفته قبل يوم. سمع سمع عن المرجلي. عن الليل يا زغريني، عن الليل، عن الحب يا زغريني. مثل ما قلتي يا حلوة، عن الحب. يا حب هالجاي معي من بعيد، مثل الشمس جاي وما بتحيد. طيب عبيت لك ايديك شعر ولوز، عبيت لي ايدي شقة وتنهيد. يا عيني يا عيني يا عيني. تركني لحالي يوم، اعطيني شي مهلة يوم، حسبني ولد بالمدرسة اللي رح ابعتك بفرصتك عالعيد. حيش كل ما بسكر عليك الباب تفتح علي ألف باب جديد. طيب خليل الزغريني، كأن التقينا من قبل. التقينا وما التقينا، هيدي أول مرة بتجي على عيد البيع؟ حضرت عيد كتير، بضيع كتير. وما شفتك؟ كانوا يقولوا هلأ كان هون وراح، وكنت شوف بقية القصايد بالسحاب. وأنا كنت أقول اللي بدها تجي تأخري، حمل الناس حكي حلو بلكي بتسمع. يا زغريني اسأل حالي، ليش الإنسان بيحمل حاله وبيجي من بيته الهادي ليفتش على وجع الراس؟ والحلو إنه بيجي بالأعياد. ما بعرف شو اسمك. ما تسألني، ما بقى تهم الأسامي. رح تضل تيجي على المواسم؟ رح ضل فتش عليك. أنا بكون بالساحات مطرح ما في ناس عم يسمعوا. معقول نكون منعرف بعضنا من هلأ وبس؟ لا بس هلأ حتى التقينا. بيكونوا رفقات استعوقوني. ما التقينا حتى تفرقنا. ورح نضل هيك. مع السلامة. أنا ناطري بكل عيد وكل ساحة. التقينا لا نحن ابتدينا ولا انتهينا. تخمين اللي صار حلم ليل وطار، وكذبتي علينا يا عينينا. إذا هلأ سألوا شو بدي أقول، دا يفهموا القصة الحكي بيطول. إذا هلأ سألوا شو
معك بيطول، لا في قلو ان احنا التقينا، ولا في قلو ان احنا ما التقينا، ويمكن اللحظة كذبت علينا، كذبت علينا علينا، كأن التقينا وما التقينا، لا نحن ابتدينا ولا انتهينا، تخمين اللي صار حلم ليل وطار، وكذبتي علينا عينينا. كتب كلمة قال لي حميلي منديل، وأنا بحمل وردي عن أطويل، كتب كلمة قال لي حميلي منديل، وأنا بحمل ورد عن أطويل، نطرت ونطرت ولما التقينا، عرفني وعرفت شردوا عينينا، ورحت بدربي وراحوا ما تحكينا، وراحوا ما تحكينا حكينا، كأن التقينا وما التقينا، لا نحن ابتدينا ولا انتهينا، تخمين اللي صار حلم ليل وطار، وكذبتي علينا عينينا. قرب على الطيب، قرب قرب. مرحبا. قرب يا حبيبي ودوق، قرب على الطيب، على الطيب قرب. شكرا. الطيب قرب يا حبيبي ودوق، قرب قرب. وينك يا ابو الاولاد؟ يا ناعما. طيب يا زكي، طيب قرب يا روح. في هالجو الشاعري والجميل يسعدنا جدا انه نرحب بالفنان القدير الاستاذ انطوان كرباج. اهلا فيك استاذ رياض. يا ميت اهلا. طبعا الاستاذ انطوان كرباج سبق وشفتوه بعده اعمال ناجحه جدا، سواء على صعيد التلفزيون او على صعيد المسرح. اخر اعمالك استاذ انطوان كانت المسرحيه شو؟ مسرحيه الاباب بالكازينو. واعمالك التلفزيونيه؟ آخر عمل تلفزيوني عملته كان غرباء مع السيدة نهى الخطيب سعاد. طبعاً اللي بيشوف أنطوان كرباج على التلفزيون بتصور بقى الإنسان المخيف، الإنسان القوي أو الشرس. هذه مشكلة ما بعرف إذا عم تعنيها أستاذ أنطوان، أنه يمثل عادة أدوار الصعبة، الناس بتحبسه بهالدور، فلما بتشوفه بالطبيعة تصر ألا تصدق إلا كما شفته على التلفزيون. هيدي حقيقة مشكلة بيعاني من الفنان يلي بيمثل هالنوع من الأدوار، بس هو الحقيقة كل دايما الممثل بينجح بالأدوار يلي بتكون بتنقصه بشخصيته، يلي بتكون عكس شخصيته. دايما بفتش على الشيء يلي بينقصه يلي ما بيقدر. مثلا مرات كتير الممثل يلي بيمثل أدوار العنف والقوة والإجرام إجمالا بيكون إنسان كتير طيب، وإنسان أبعد ما يكون عن الجريمة، لأنه بأعماق كل إنسان الشر موجود والخير موجود، والإنسان الخير هو يلي دايما بيخلي عنصر الخير يتغلب فيه. فالإنسان الخير يلي ما بيقدر يعمل الشر ممكن ينفس عن هالشغلة هايدي ويمثلها ويرضي هالغريز اللي عنده على المسرح. فبالعكس أنا بلاقي أنه الإنسان اللي بيمثل هالنوع من الأدوار هو أبعد ما يكون عن الإنسان الشرير. يعني فينا نقول أنه أنطوان كرباج هو شرير مع وقف التنفيذ. مثلي مثل أي إنسان. هذا مزبوط. طيب أنطوان، في يمكن ملاحظة أنه يمكن حابس حالك شوي بنوعية معينة من الأدوار، مع أنه فنيا أنت تتقن جميع الأدوار. هيدا مش
أنا بالمسرح وقت اللي بشتغل مسرح عادة ما بلعب دور مثل التاني، بختار أدواري وقت اللي بكون أنا عم بعمل المسرح. ما أنا ضد إنه الممثل يحصر حاله بخط معين ويمشي فيه. مبدأ إيه الفنان بالعكس لازم الدور الشخصية يلي بيخلقها يعرف كيف يقدر يشلحها ويخلق غيرها. إنما اللي بيصير هيدي راجعة وهوني انتقاد صغير موجه للمخرجين، عادة لما بينجح الممثل بدور بيصيروا ما بيعودوا يحبوا يغامروا ويعطوه دور آخر، بيقولوا لك نجح بهالدور ليش نغامر بدور تاني، مع أنه الممثل بالعكس إذا نجح بهالدور مفروض ينجح بدور تاني أكتر ويعطي أكتر. إيه طبيعي. طب أنت سبق لك وقدمت أدوار كوميك مثلا؟ إيه طبعا أدوار كوميك قدمت طبعا، وبعتقد كمان عملت دور غنائي مرة أو دور شبه غنائي. دور غنائي كدور غنائي لا، أنا الغناء مرات أدوار بتضطر أني غني، الممثل مفروض أنه يغني ولو ما كان صوته حلو يغني أدي صح. طيب الدور بيطلب لما أديت هالدور الغنائي كان بعتقد بمسرحية مع سلوى الأطريب ما هي؟ وبمسرحيات مع بيت الرحباني كمان. مثلا اخر دور بقصد يعني الالاج اخر دور غنيت فيه مع سلوى بمسرحيه بنت الجبل. طيب توني لما سمعت صوتك انت شخصيا ما صابك شيء اطلاقا صوتك الغنائي؟ انا لا هلأني مش عم بخفي عليك شغله، انا من الناس يلي ما بيحبوا يسمعوا صوتهم، حتى صوتي اللي مش غنائي ما بحب يسمعه. غريب الملاحظة. بتضايق وقت اللي بسمعه، بحس صوتي مفصول عني أو بحس ما بعرف، بحس على حالي مش مزبوط. لا هو الملاحظة معك حق فيها، أي إنسان بيسمع صوته مسجل بده يلاحظ في فروقات على طول، إنما بمجرد ما أنك تتعود على سماعه بيصفي شيء طبيعي. طيب حاولت أنطوان تغني جد شي مرة يعني هيك؟ مع أنه صوتك لا هلأ عم نمزح كنا، صوتك غنائيا معقول. صوتي معقول غنائيا إذا أنا بحب أغني، وبقول دايما أنا بقول دايماً إنه أغلب المغنين عنا بينقصن عنصر التمثيل، عنصر التمثيل بغنائهم بينقصن هالشغلة هايدي. فأنا يعني عندي هالخبرة كممثل، بحب غني ما بخفي عليك، كل إنسان بحب يغني، ولكن أنا يمكن لازم لي نوع خاص من الأغاني، نوع خاص من الكلمات يناسب الصوت، يناسب ريتم معين بالغنية ممكن. وعنا لأمر الملحنين. طيب في جانب آخر بعده ما بيعرفوه المشاهدين عن أنطوان كرباج، إنه أنطوان كرباج هو شاعر. أنا حضر لك حلقات وخاصة بالشعر العامي اللبناني، حلقات ممتعة جدا. فهل تنظم الشعر الفصيح كمان؟ أنا قبل ما أجي على المسرح كنت مهووس بالشعر، إلي عدة محاولات باللغة الفصحى وباللغة العامية. اليوم هيدي من وقت زمان، من شي 15-17 سنة. لا ما تكتر ولا يهمك. برجع مرات بتصفح الأشياء هيدي بابتسم. شو رأيك بابتسم نحن وياك هلا؟ سمعنا شي مثل من الفصيح وشي من الدارج مثل ما بدك. تفضل. في قصيدة هيدي يمكن أول وحدة كتبتها، بلشت كتبها باللغة الفصحى، قول فيها: أحن إلى الربيع في عينيك، إلى الورود، إلى الدفء في شفتيك، إلى الشرود، إلى دلال الزنبق في صوتك الأزرق، زمان كنا نلتقي أنشودة في خاطر الوجود. ويوم أفلت منك السؤال عن الحب، عن حبنا والجمال، فضمن الوجد وقال: الحب توق وحنين لدنو الموعد، هو خفقة قلب ورفة عين، هو أمسي ويوم وغد. الله معك فيه. ما عاد شيء. طيب بدنا شيء هلا لقطة سريعة لو سمحت من شعرك العامي. اي في قصيدة صغيرة اسمها مرجوحة القمر. يلا فلنتمرجح. انت يا هلي بعد ما انك عارفي انه القمر متعمشق بغمزات عينيك، ولو تعرفي شو قال بده يخطفك ويروح عمطرح هني، ابعد من الغيمات واكتاف الجبال، وابعد من حدود الدني. وهوني شو بيصير لو غمض عيونه نام عزنود الحرير،
كيفيق الأحلام عشفافك الحلوين تيدو بالحنين تينصر الوجود تيفنى العمر في ساعة هالأمر يرقص ويتمرج حائديك انت يا هلي بعد ما نتعافي انو القمر متعنشق بغمزات عينك. الله الله. على كل حال الأستاذ أنطوان كرباج متعدد المواهب كما يقال متعدد الطلقات الموهبية. ايه طلقات عجبتني هذه طلقات. فإذا بدنا نحيط بكل مواهب الأستاذ أنطوان طبعا ما بنلحق بهالعجالة القصيرة من الزمن. إنما بعتقد هلأ راح نخبر المشاهدين إنه قريبا حيشوفوك بمسلسل جديد، المسلسل الناجح اللي عملتوه بالزمان مع الأخوان الرحباني اللي هو من يوم ليوم. من يوم ليوم. وكنت سليم الديك. سليم الديك. وستعود سليم الديك. سأعود سليم الديك لأنه بعد في ناس رغم كل شيء عملت مسلسلات هيدي حقيقة. وبالضبط مبارح على أحد الحواجز وقفوني بدهم تذاكر، أنا ما كنت أنا اللي عم سوق، كان معي ناس بالسيارة شوي، طلع شافني قال لي أهلا أستاذ سليم. بعده بذهنه، بعده بذهنه بطل سليم الديك. أبداً. على كل حال بعتقد المسلسل الجديد هو تتمي للمسلسل السابق ما هيك؟ بفتكر إيه، بفتكر بالمسلسل القديم حسب ما بذكر أنا سليم الديك ومعظم أفراد العصابة فاتوا على الحبس. هلأ رح نخليكم الحبس ولا مشيلكم؟ لا هلأ أني رح بشيلون من الحبس. طيب يا أستاذ أنطوان متمنى لك كل التوفيق ومشكرك على اللقاء الحلو ولقاء الجمهور فيك بإذن الله مع المسلسل الجديد من يوم ليوم. شكرا. شكرا لك أستاذ. الله يخليك. شكرا. على بعيد عمك كان معلم شبوبي ومتكلم وعنده طبنجة وسيف مطعم وحصان وبواريد في كنباي فوق أمراي وصورة عمك عيد شوارب تركي وتم بيحكي وتطلي على بعيد عمك كان معلم شبوبي ومتكلم وعنده طبنجة وسيف مطعم وحصان وبواريد طبنجة وسيف طعم وحصان وبواريد معلم شبوبي ومتكلم وعن
طبنجة وسيف طعم وحصان وبواريك. سؤال سريع وجواب أسرع، هل الدموع مصدرها على طول العين؟ لا، في ناس كتير بيبكوا من قلبهم، مثلا عبدو يغى قبل شوية كان عبيبكي من الكنبي. على كل حال كمان في عندك دموع الحبيب من الحبيبة، دموع الشاب الصغير من شباك الجيران، دموع الأم من صغارها، ودموع هدى من حبيب قلبها. حبك مدوبني وقلبك من حجر، سفرك تعبني وآه من السفر، حبك مدوبني وقلبك من حجر، رجعني عقلبك مشتاقة لقلبك، رجعني عقلبك مشتاقة لقلبك، واللي أنا بحبك يا حبيبي ودي لي سلامي يا حبيبي، حرام حرام يا حبيبي ودي لي سلامي يا حبيبي، حرام حرام يا حبيبي، خلصت الايام وتعب الكلام من كتر مكاتيبي يا حبيبي. ودي لي سلامي يا حبيبي، حرام حرام يا حبيبي، خلصت الايام وتعب الكلام من كتر مكاتيبي يا حبيبي. وحياتي الليالي اللي عشناها سوا، ودمع الحب الغالي وايام الهوى، وحياتي الليالي اللي عشناها سوا، ودمع الحب الغالي وايام الهوى، ودي لي شي بسمي عجواني شي بسمي، وجاوب عن كتيبي يا حبيبي. ودي لي سلام يا حبيبي، حرام حرام يا حبيبي، خلصت الايام وتعب الكلام من كتر مكاتيبي يا حبيبي. شي طريقة ورجع اللي كان، صورنا العتيقة أكلها الزمن، شف لك شي طريقة ورجع اللي كان، والحب يودينا من مينا لمينا وتبرم ليالينا يا حبيبي. ودي لي سلام يا حبيبي، حرام حرام يا حبيبي، ودي لي سلام يا حبيبي، حرام حرام يا حبيبي، خلصت الايام وتعب الكلام من كتر مكاتيبي يا حبيبي. كلمتنا الأخيرة بعد أغنيتنا الأخيرة، إحصاء يقول لقد نبض قلبي 125,000 مرة اليوم، وقطع دمائي رحلة طولها 100 كيلومتر، وتنفست عشرات الأمطار المكعبة من الهواء، فأرجو أن أكون قد استنفدت كل هذه الطاقة في عمل مهم، وأكثر من ذلك استنفدتها في الحب والمحبة.
من جهتنا متمنى صادقين انه نكون كلنا استنفدنا الساعة اللي قضيناها سوا وكل نهارنا بالمحبة، وعلى امل اللقاء في الاسبوع المقبل. لكم منا اطيب التحيات والى احلى المواعيد.